وفد حماس وإسرائيل إلى مصر غدا لبحث صفقة الأسرى وتقارير عن ليونة في إدارة حماس لملف التبادل. واشنطن تتلقى تطمينات إسرائيلية بشأن رفح، والجيش الإسرائيلي يقول إن رئيس الأركان وافق على عملية ضخمة. وزير الخارجية الفرنسي يبحث في بيروت منع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل ويرى مفاوضات التهدئة جيدة. موسكو تؤكد شرعية مجلس السيادة السوداني، ونائب البرهان يؤكد الانفتاح على مبادرات حقن الدماء. أهلا بكم إلى هذه الفترة الإخبارية التي تمتد على مدار الساعتين القادمتين، ونبدأ هذه الساعة الأولى مع إعلان توجه وفد من حركة حماس إلى القاهرة غدا. ذكرت يدعوت أحرانوت أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى القاهرة لبحث مقترح مصر حول وقف حرب غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى والمحتجزين. وكالة أنباء العالم العربي ذكرت أن المرحلة الثانية من الصفقة قد تشهد خروج بعض قادة حماس إلى القاهرة بضمانات من مصر وقطر وأمريكا لإدارة المفاوضات. وأشارت الوكالة إلى تغير كبير في إدارة حماس لملف تبادل المحتجزين وسط ضغوط الوسطاء، وتتناول الورقة المصرية عودة النازحين إلى الشمال وابتعاد القوات الإسرائيلية كمسافة كافية عن الطريق الذي سيسلكه العائدون. وحددت الورقة الجديدة أعداد وفئات الأسرى الفلسطينيين الذين سيجرى إطلاق سراحهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين الذين يتوقع أن يبلغ عددهم حوالي 33 محتجزا. وحددت الورقة المصرية الجديدة فترة الهدنة في هذه المرحلة، وهي الأولى حسب مسار باريس، بستة أسابيع يجرى خلالها التفاوض على المرحلة الثانية. وحسب مصادر في حماس فإن الحركة راضية عن التقدم الذي تضمنته الورقة الجديدة في مجال عودة النازحين والمسافة التي ينسحب منها، لكنها تطالب بأن تتضمن نصا بشأن وقف الحرب أو الهدوء المستدام والانسحاب الإسرائيلي من غزة في نهاية العملية التفاوضية. نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن الحكومة أبدت استعدادا لتقديم تنازلات كبيرة بخصوص عودة النازحين إلى شمال غزة، مؤكدة أن إسرائيل تنتظر ردا من حماس على آخر عرض بخصوص صفقة التبادل خلال 48 ساعة. وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية أيضا عن أن المرحلة المكثفة من الحرب في غزة شارفت على نهايتها، ومشيرة إلى أن أنظار الجيش الإسرائيلي تتجه إلى الجبهة الشمالية. طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوقف القتال في غزة وإمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في القطاع، مؤكدا أنهم لن يقبلوا بتهجير الفلسطينيين خارج إطار وطنهم. وقال لابد من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي. نطالب وبالفور وقف القتال على غزة لأنه مؤذ جدا، ونعرف نتيجته وإلى أين يصل. المرحلة القضية الأولى هي وقف القتال، والقضية الثانية هي إمداد السكان بالمواد الإنسانية التي يحتاجون إليها في كل قطاع غزة. والنقطة الثالثة هي أننا لن نقبل بأي حال من الأحوال تهجير الفلسطينيين سواء من غزة أو من الضفة خارج إطار وطنهم، ويجب أن يبقوا في وطنهم، ويجب أن لا تتكرر مأساة ونكبة عام 1948 1967.
هذه الطلبات طلبناها وقلنا لابد في النهاية من حل سياسي، من حل سياسي يجمع قطاع غزة والضفة الغربية والقدس في دولة فلسطينية مستقلة من خلال مؤتمر دولي. وفيما حذر الرئيس الفلسطيني من اجتياح إسرائيلي وشيك إلى رفح، قال الجيش الإسرائيلي إن رئيس الأركان أقر تنفيذ عملية ضخمة في رفح في جنوب قطاع غزة بعد اجتماع مع كبار قادة الجيش. ونقلت صحف إسرائيلية عن بيان للجيش أن قيادات عسكرية بينها قائد القيادة الجنوبية أجروا تقييما ميدانيا، وتمت الموافقة على خطط جديدة لمواصلة القتال. التصريحات الإسرائيلية تتناقض مع آخر أو مع أخرى من الولايات المتحدة، حيث قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، قال إن إسرائيل وافقت على بحث مخاوف ورؤى واشنطن قبل اجتياحها لمدينة رفح. وأضاف كيربي أن إسرائيل بدأت في الوفاء بالتزاماتها التي تعهدت بها للرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن السماح بدخول المساعدات إلى شمال غزة. قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إن اجتماع اللجنة الوزارية بشأن غزة المنعقد في الرياض والذي ترأسه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أكد على ضرورة فرض عقوبات فاعلة على إسرائيل. وأشارت اللجنة الوزارية إلى رفضها القاطع لأية عملية عسكرية في رفح، ومؤكدة على ضرورة حل الدولتين ووقف إرهاب المستوطنين. كما شددت اللجنة على أن قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من فلسطين، مكررة رفضها لأي محاولات إلى تهجير الفلسطينيين. أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب، ومشددا على ضرورة التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين. نحن في المنطقة لن نركز فقط على حل الأزمة الحالية، نريد أن نحل المشكلة الكبرى وهي مشكلة حل الدولتين. إعلان دولة فلسطينية هو الضامن الوحيد لعدم تكرار جولات الحرب. يجب التوصل إلى التزام حقيقي بحل الدولتين. الوضع في غزة كارثي بكل ما في الكلمة من معنى. أي توسع للعمليات العسكرية في غزة سيؤدي إلى عواقب وخيمة. الأزمة دخلت شهرها السابع ولا زلنا نناقش موضوع ما يدخل من الشاحنات إلى غزة، وهذا غير مقبول. حاول أن نستكشف المواقف مع ضيفي من جنين دكتور أيمن يوسف، أستاذ الدراسات الدولية في الجامعة الأمريكية في جنين. دكتور أيمن أهلا بك. نبدأ بالموقف الإسرائيلي، هل فهمت شيء من هذه التصريحات؟ يعني المؤسسة العسكرية تقول جاهزون لاقتحام رفح، الوسائل الإعلام تقول أغلب حكومة نتنياهو توافق على المقترح المصري، وبالتالي البعض حائر، هل سيوافقون أم سيقتحمون رفح؟ تحياتنا أستاذ الكريم وتحياتنا للمشاهدين الكرام. نعم، يعني هو يعني فعلا سؤال بهذه الصيغة، وأعتقد إنه طريقة طرحه يعني تطرح العديد من السيناريوهات والعديد من المضامين. وأنا حقيقة يعني في حيرة، لكن برجع وبقول أن إسرائيل تفضل أن تتكلم أكثر من لغة وأن تتشدك في أكثر من سياق، وتفضل معادلة يعني الحرب والمفاوضات في نفس الوقت. يعني هناك من يروج لهذه الصفقة، وتظهر بعض المقالات في الصحف الإسرائيلية وكأننا اقتربنا، خاصة التيار المحسوب على الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك التيار اليميني المتشدد المحيط بنتنياهو والذي يقول أن الجيش فعلا أكمل الاستعدادات
لمعركة رفح. كأنني أرى أن إسرائيل تستغل كل هذه الأدوات ربما في هذه المرحلة ربما لمعالجة قضية داخلية وأزمة داخلية إسرائيلية، ولوضع جهود ولوضع ربما يعني ضغوط أكثر على حركة حماس حتى تقبل بالرؤية الإسرائيلية. لا يوجد رؤية إسرائيلية للحل، هناك شوية أفكار شوية مقترحات تقدموا بها ربما ردا على المقترح المصري. المقترح المصري هو المقترح الكامل والمتكامل، وبالتالي إسرائيل لا تريد أن تقول يعني لا بملء الفم، فتعطي شوية ملاحظات هنا وشوية ملاحظات هناك، وبالتالي هذه الطريقة الإسرائيلية في الاحتواء والطريقة الإسرائيلية في الالتفاف على يعني المبادرات الموجودة. أعتقد أن معركة رفح هي الأقرب في ظل يعني التطورات الحالية، لكن كل السياقات مفتوحة للنقاش والسيناريوهات المختلفة. طب خلينا ندخل إلى ذهن نتنياهو. لو نتنياهو أراد أن يتعامل مع سموتريتش وبن غفير والمتشددين في حكومته ويعلن أنه وافق، الأخبار كلها تقول أنه موافق وحكومته موافقين على المقترح المصري، لكن ما هي الحيل التي يملكها نتنياهو لإدارة اللعبة مع سموتريتش وغيره حتى لا ينسى وغيره حتى لا ينسحبوا من حكومته فيسقط، ما هو لا يريد أن يخسر كل شيء في نفس الوقت؟ يعني يعني نتنياهو ما زال يدير هذه الأزمة أنا برأيي بشيء من الاقتدار السياسي، رغم وجود الكثير من الأزمات ورغم وجود الكثير من الحرائق من حوله. ابن كبير وسموتريتش يهددوا من جهة، وحتى يعني آيزنكوت وجالنت من الجهة الأخرى، طبعا إضافة إلى جانس، والضغوط الدولية والخارجية، كل ذلك يضع نتنياهو في وضع صعب. لكن أنا برأيي يعني الخيارات أمام يعني نتنياهو في هذه المرحلة أن يستمر في المعركة ويبقى محافظ على هذه الحكومة اليمينية، أو فعلا يطلع بتصريح أنه يعني الحرب تقريبا استنفذت أهدافها، لم نحقق الشيء الكثير، ولا بد أن نرجع الأسرى يعني إلى منازلهم، وبالتالي تذهب إسرائيل ربما إلى حكومة وسط، يعني ممكن أن تضغط الولايات المتحدة الأمريكية فعلا بالتخلي عن عن سموتريتش وابن غفير، وتقنع نتنياهو بأهمية أن يشكل حكومة أوسع فيها طبعا جانس ولبيد، يعني لبيد ممكن أيضا أن يوفر شبكة الأمان هذه. مع أنني ما زلت أعتقد أن يعني الحسابات الانتخابية لنتنياهو أقرب مع اليمين الإسرائيلي مع سموتريتش وابن غفير، لذلك أعتقد أن نتنياهو يقوم بإدارة هذه الأزمة ولا يسعى إلى حلها في هذه المرحلة. في هناك أكثر من عامل يدفع بهذا الاتجاه. دكتور أيمن، أرجوك أن تبقى معي، مضطر أتحول مباشرة إلى بيروت مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي. أولوية ومسؤولية فرنسا هي الحفاظ على لبنان باسم العلاقات التي تجمع بين بلدينا وشعبينا، باسم تطلعات المنطقة بأكملها، وكذلك باسم ما ينتظره منا شركاؤنا. Alors que faisons-nous pour préserver aujourd'hui le Liban? D'abord en disant ceci à tous les acteurs libanais, ils doivent faire leur part et prendre leurs responsabilités. Le Liban a besoin de sécurité, d'institutions qui fonctionnent. Le Liban a besoin de réformes. Les Libanais et les Libanaises le demandent. Ensuite, nous poursuivons notamment notre mobilisation, une mobilisation totale pour que le Liban sorte de la crise politique, sociale et économique qu'il traverse. Elle n'a que trop duré pour éviter aussi que le Liban soit emporté par une guerre régionale. ماذا نفعل للحفاظ على لبنان؟ أولا نقول هذا لكل الفعاليات اللبنانية، يتعين على كل واحد أن يفعل كل ما بوسعه وأن يتحمل مسؤولياته. لبنان بحاجة لأمن ومؤسسات شغالة، لبنان بحاجة لإصلاحات، إن المواطنين والمواطنات يطالبون بذلك. وأيضا إذ نستمر في تجنيد قوانا بشكل كامل لكي يخرج لبنان من الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي يجتازها. هذه الأزمة طالت كثيرا ولنتفادى أن تعصف بلبنان حرب إقليمية. La nuit du 13 au 14 avril a constitué un tournant qui est inquiétant pour nous, pour tous. Nous appelons chacun à la retenue. ليلة 13 إلى 14 من أبريل نيسان شكلت منعطفا مقلقا لنا جميعا، ونحن نوجه نداء للجميع لضبط النفس. Nous refusons le scénario du pire.
au Liban du Sud, la guerre est déjà là, même si elle ne dit pas son nom, c'est la population civile qui en paye le prix. Personne n'a intérêt qu'Israël et que le Hezbollah, d'ailleurs, poursuivent cette escalade. J'ai apporté et j'ai porté ce message ici auprès du Premier ministre Mikati, auprès du président du Parlement et du chef d'état-major des armées. Et je le porterai également, ce même message, en Israël dès mardi. نحن نرفض السيناريو الأسوأ في جنوب لبنان. الحرب هنا حتى إن لم تكن تسمى باسمها. المدنيون هم الذين يدفعون الثمن، ولا أحد من مصلحته أن يستمر هذا التصعيد بين إسرائيل وحزب الله. هذه هي الرسالة التي نقلتها هنا لدولة رئيس الوزراء ولرئيس مجلس النواب وكذلك لقائد الجيش، وهذه هي الرسالة التي سأحملها يوم الثلاثاء. Voilà, j'étais ce matin auprès des soldats du contingent français de la FINUL, dont je salue d'ailleurs la force et l'engagement. La FINUL joue un rôle décisif pour éviter ce scénario du pire que j'évoquais. Toutes les parties doivent notamment permettre à la FINUL d'exercer pleinement ses missions. صباح اليوم كنت إلى جانب جنود الوحدة الفرنسية في قوات الأمم المتحدة اليونيفيل، وأود أن أحيي بقوة التزامهم. اليونيفيل تلعب دورا حاسما لتفادي السيناريو الأسوأ، وكل الأطراف يجب أن تسمح لليونيفيل بأن تقوم بمهامها كاملة. De même avec nos partenaires, nous continuons à appuyer et nous appuierons encore l'armée libanaise. Le retour à la stabilité passe par le redéploiement des forces armées au sud Liban. وكذلك إلى جانب شركائنا سوف نستمر في دعم الجيش اللبناني، ندعمه وسوف نستمر في دعمه. إن العودة إلى الاستقرار تمر عن طريق إعادة انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان. Enfin, il faut saisir les opportunités diplomatiques quand elles se présentent. L'objectif de la feuille de route que j'ai proposée en février aux autorités libanaises et aux autorités israéliennes, c'est de parvenir à une application pleine et entière par toutes les parties de la résolution 1701. Du Conseil de sécurité. وأخيرا يجب أن نستغل الفرص الدبلوماسية متى أتيحت. الهدف من خارطة الطريق التي اقترحتها في شهر فبراير شباط الماضي للسلطات اللبنانية وللسلطات الإسرائيلية هو التوصل إلى تطبيق كامل وشامل من قبل جميع الأطراف للقرار المجلس الأمن رقم 1701. Je voudrais vous dire également que le travail est en cours. Il y a encore quelques jours, le président de la République recevait à Paris le Premier ministre ainsi que le commandant en chef de l'armée libanaise. C'est également entretenu avec le président du Parlement et les observations libanaises sont pleinement prises en compte et nos efforts, en tout cas, ne faiblissent pas dans cette démarche de consultation. والعمل جاري حاليا منذ بضعة أيام. استقبل رئيس الجمهورية الفرنسية دولة رئيس الوزراء وكذلك قائد الجيش في باريس، وكان له اتصال مع رئيس مجلس النواب. الملاحظات اللبنانية قد أخذت بالاعتبار بالكامل، وإن جهودنا لن تضعف والمشاورات سوف تستمر. Peut-être un dernier point avant de répondre à quelques questions, si vous en avez. Ces efforts porteront d'autant plus si les institutions sont là, et sans président élu, sans gouvernement de plein exercice, le Liban ne sera pas vraiment convié à la table des discussions. Le président de la République, Emmanuel Macron, l'a redit d'ailleurs au Premier ministre. Il faut un sursaut pour de bon, et la France le dit d'autant plus qu'avec gravité, nous continuerons nos efforts pour que le Liban se dote d'un dispositif institutionnel complet. وهذه الجهود سوف تثمر خاصة إذا كانت المؤسسات اللبنانية قائمة، وبدون رئيس منتخب وبدون حكومة كاملة الصلاحيات لبنان لن يدعى إلى طاولة المحادثات. وكما قال رئيس الجمهورية منذ بضعة أيام لرئيس الوزراء اللبناني، يجب أن تكون هناك يقظة ويقظة حقيقية. فرنسا تقول هذا بقوة وجدية، خاصة وأنها تقف إلى جانب لبنان واللبنانيين. Voilà, mesdames et messieurs, s'il y a quelques questions, je suis prêt à répondre. C'est à moi de donner la parole. Oui.
Bonjour Monsieur Séjourné, c'est Samarkadi de ici Beyrouth. Voilà. Est-ce qu'on peut savoir un peu quelles sont les modifications que la France a proposées au plan ou à la proposition pour calmer la situation au sud du Liban? Et est-ce que vous pensez qu'avec ces modifications, elle sera plus acceptable au Hezbollah? Bon, d'abord, on est dans une discussion et nous faisons des propositions à l'ensemble des partenaires. Et avant mon déplacement en Israël mardi, très compliqué de vous répondre à cette question. Néanmoins, nous avons pris en compte l'ensemble des propositions et des modifications de propositions des autorités libanaises. Je ferai également la démarche auprès des autorités israéliennes pour prendre un certain nombre de leurs propositions dans une démarche de consultation, pas dans une démarche de négociation. Mais à la fin, il faudra un accord. Et donc nous verrons l'ensemble des retours que nous avons sur nos propositions et je pourrai répondre plus précisément à votre question. J'ai voulu commencer par le Liban, cette tournée régionale. C'est aussi une manière symbolique de montrer que la France se tient aux côtés du Liban, des Libanaises et des Libanais. Mais cette consultation continuera toujours. Donc j'ai envie de vous dire rendez-vous mardi. السؤال مطروح كان ما هي التعديلات التي اقترحت على الورقة الفرنسية وما هي التعديلات من أجل تهدئة الوضع في جنوب لبنان وهل قبل بها حزب الله؟ جواب الوزير: نحن قدمنا اقتراحات لكافة الشركاء وقبل وسوف ننتظر الرد الإسرائيلي يوم الثلاثاء وبالتالي من الصعب أن أجيب على السؤال قبل يوم الثلاثاء. لقد أخذنا باقتراحات وتعديلات الجانب اللبناني وسوف نفعل كذلك الإسرائيليين. أود أن أشدد أن المسألة الجارية ليست مفاوضات تقودها فرنسا ولكن في نهاية المطاف يجب أن يتم التوصل إلى اتفاق. وفي كل الأحوال نحن سوف نعود إلى هذه المقترحات وأردت أن أبدأ جولتي هنا في لبنان لكي نبين الأهمية التي نعلقها على لبنان ولنبين أننا نقف إلى جانب لبنان. معالي الوزير مرحبا بك. دائما الحديث الإسرائيلي يكون عن التصعيد في جنوب لبنان وعشرات المدنيين قتلوا بالقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان وفي مناطق بعيدة عن الحدود، بينما المقاومة في لبنان تشدد على أنها ليست مع توسع هذه الحرب. من يضمن التزام إسرائيل بتطبيق كامل مفاعيل القرار 1701 وهي تخطت كل المعايير الدولية وتتجاوز يوميا قرار مجلس الأمن الدولي؟ Monsieur le ministre, Israël parle toujours d'escalade dans le sud du Liban. Il y a eu des dizaines de civils qui ont été tués dans le sud et en particulier à la frontière. La résistance libanaise dit qu'elle ne souhaite aucunement que ce conflit s'étende. Qui garantira qu'Israël appliquera bien la résolution 1701 et que Israël répondra favorablement à ce qui sera décidé? D'abord, sur le terme d'escalade, vous dire que elle est là, et peut-être que s'il n'y avait pas eu de conflit à Gaza, on parlerait peut-être déjà de guerre dans le sud Liban, au vu de l'ensemble des impacts et des tirs que j'ai pu constater, y compris avec la Finul. Le sujet est bien présent. Deuxièmement, sur les discussions qui sont en cours, elles doivent justement permettre à l'ensemble des parties de pouvoir se mettre d'accord, en tout cas de donner leurs propositions et de réagir par rapport aux propositions que formule la France et que nous formulons. Nous œuvrons pour la paix. Et la paix est difficile dans ce contexte à trouver. Mais il faut des efforts diplomatiques et je veux croire en tout cas dans les propos aujourd'hui des autorités libanaises que nous sommes sur la bonne voie pour trouver un certain nombre de propositions et un certain nombre d'engagements qui pourraient au moins convenir à un certain nombre de parties. Donc nous continuons ce travail diplomatique avec conviction, avec un objectif, c'est de contribuer à la paix et d'éviter l'embrasement.
sur l'escalade, je vous dis qu'elle est déjà là. فيما يتعلق باستخدام كلمة التصعيد، التصعيد قائم، التصعيد موجود، ولو لم يكن هناك حرب في غزة لكنا وصفنا ما يحصل في جنوب لبنان على أنه حرب، وهذا ما رأيته في زيارتي لمقر اليونيفيل صباح اليوم. ولهذا فيما يتعلق بمحادثاتنا الجارية حاليا من شأنها، أو هذا ما نأمل، أن تسمح للأطراف بأن تتوصل إلى اتفاق وتقدم لنا اقتراحاتها ونسمع منها ردها على اقتراحاتنا. نحن نعمل من أجل السلام، وأعرف أن السلام صعب وهناك حاجة لبذل مجهود دبلوماسي. أنا مؤمن أننا نسير على الدرب الصحيح، وأن هذا الالتزام هو مناسب لجميع الأطراف. سوف نستمر في عملنا الدبلوماسي لأن هدفنا هو تحقيق السلام وتفادي اشتعال المنطقة، ولكن التصعيد موجود اليوم. Je vais prendre une dernière question. Monsieur Séjourné, puisque vous avez évoqué l'importance de l'élection présidentielle, comment voit la France l'équipe qui aujourd'hui bloque l'élection démocratique présidentielle, et est-ce que la France aujourd'hui peut garantir l'application de la résolution 1701, puisqu'on a vécu beaucoup de résolutions internationales sans application au Liban? Je crois que j'ai répondu en partie déjà à la question dans mon introduction et dans les questions précédentes. Je vous le dis, nous contribuons à ce que le Liban puisse avoir un président, mais surtout nous le demandons puisqu'un certain nombre de sujets doivent passer par un dispositif institutionnel complet pour être résolus. Et par ailleurs, le Liban ne sera pas à la table des discussions quand la paix sera négociée et discutée si il n'y a pas de président. Et donc, pour le bien des Libanais, pour aussi l'intégrité territoriale du Liban, pour son intérêt, nous pousserons en tout cas tous les feux pour que la discussion puisse aboutir. Mais c'est aux Libanais de le décider. Et ce n'est pas à la France de dicter ou de commander un candidat quelconque. C'est aux Libanais de décider qui présidera le Liban et sur quelles conditions cela se fera. Voilà. La dernière et on arrête. Vous voyez, Bienvenue, monsieur le ministre. C'est Marlène Khalife. Ah, il y avait la traduction, pardon. Est-ce que je peux juste interpréter, s'il vous plaît? Donc, vous avez تكلمت عن أهمية الانتخابات الرئاسية اللبنانية. كيف يمكن لفرنسا وماذا يمكن كيف ترى عفوا فرنسا هذا الفريق الذي يعرقل الانتخابات الرئاسية؟ وهل يمكن لفرنسا أن تضمن تطبيق القرار 1701؟ جواب الوزير: لقد أجبت جزئيا على هذا السؤال سابقا. نحن نساهم من أجل انتخاب رئيس لبناني لكي يكون هناك رئيس، وهذا ما نطلبه لأن هناك حاجة لرئيس لمعالجة عدد من المواضيع. عندما يتم التفاوض، عندما يكون هناك سلام، لا يمكن أن تطبق كل هذه الاتفاقات بدون وجود رئيس لبناني. وبالنسبة ومن أجل لبنان نحن نواصل العمل، ولكن القرار هو قرار لبناني، وليس لفرنسا أن تملي من هو المرشح. اللبنانيون هم الذين يختارون رئيسهم. Allez-y, je crois qu'il y a une dernière. Madame Khalife, Master Diplomatie, bienvenue, Monsieur le Ministre. La crise des réfugiés syriens est devenue explosive au Liban. Comment la France contribuera-t-elle à alléger le fardeau sur le Liban lors de la prochaine conférence de Bruxelles sur la Syrie? La France aidera-t-elle à lever le siège économique sur la Syrie, ce qui aura un impact positif sur le Liban en favorisant le retour de nombreux réfugiés économiques en Syrie? Bon, merci pour cette question. D'abord, vous dire que la France a conscience que la présence des réfugiés syriens pèse sur le Liban depuis le début du conflit en Syrie. Elle a conscience qu'il s'agit aussi d'une question d'une grande sensibilité ici au Liban, et elle a conscience que cela engendre un certain nombre de tensions. La France souhaite également que les réfugiés syriens puissent retourner dans leur pays. À cette fin, il est nécessaire d'ailleurs que les différentes parties prenantes travaillent à faire en sorte que ce retour se fasse de façon volontaire et également
j'ai envie de dire, digne, sûr et peut-être le plus important, conforme au droit international. Et à ce stade, ces conditions doivent encore être remplies. Je m'arrêterai là, mais vous avez vu que nous avons, en tout cas dans les discussions que j'ai eues avec les autorités libanaises, passé ce même message. Merci beaucoup. السؤال تاع الأزمة اللاجئين السوريين أصبحت موضوعا متفجرا في لبنان، كيف يمكن لفرنسا أن تخفف؟ إذن مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الفرنسي، أهم ما قاله أنه بعد غد يوم الثلاثاء سيتوجه إلى إسرائيل، يعني جاء إلى لبنان، التقى بالمسؤولين وأوصل رسالته إلى حزب الله في إطار مجموعة من الاشتراطات أو الطلبات، في إطار عدم التصعيد، وقف القتال، وأن يضمن الإسرائيليون ألا يكون هناك هجمات أو غارات تخرج من جنوب لبنان إلى الشمال الإسرائيلي. هذا هو المطلب الإسرائيلي، حتى يضمن الإسرائيليون إعادة الذين نزحوا من الإسرائيليين من مستوطنات الشمال الإسرائيلي المحازية للجنوب اللبناني. هذا هو الشرط الإسرائيلي، وبالتالي نحن أمام جولة إلى لبنان ومنها إلى إسرائيل بعد غد. ماذا قال وزير الخارجية الفرنسي؟ تحدث في موضوعين، موضوع الداخل اللبناني، وتحدث بأنه لا استقرار إلا بوجود رئيس وبوجود رئيس للحكومة واكتمال المؤسسات المعنية في الداخل اللبناني، وقال أن المواطن اللبناني يحتاج إلى إصلاحات اقتصادية وإصلاحات سياسية كبيرة، وبأن الرئيس الفرنسي في التقى ب رئيس الوزراء والتقى بقائد الجيش، وقال أننا سنستمر في دعم الجيش اللبناني، وأنه لا حل في استقرار الجنوب سوى بانتشار الجيش اللبناني في الجنوب. هذا ما يتعلق بالداخل اللبناني. أما فيما يتعلق بالمبادرة أو بالمقترح الفرنسي، فهو تحدث على أنه الكل يريد وقف سيناريو التصعيد في الجنوب، وأن يتم تطبيق كل بنود قرار 17-01 من الجانبين، وأنه لا يملك حل أو لا يملك إجابة الآن، لأنه سيحمل كل الاشتراطات من حزب الله إلى إسرائيل بعد غد، وبالتالي سيكون هناك إجابة على هذا المقترح الفرنسي. سأناقش ما جاء في هذا المؤتمر مع الكاتب الصحفي الأستاذ جورج عقوري من بيروت. أستاذ جورج، أهلا بك. إذن الرجل واضح، هو السؤال الأبرز الآن، يعني ماذا لو أنه قد حمل ما المقترحات الاشتراطات من حزب الله إلى الإسرائيليين، ماذا تتوقع يعني في إطار المساعي الفرنسية بهذا الشكل الذي ظهر من كلام وزير الخارجية؟ طابت أوقاتك. حياتي. المسعى الفرنسي واضح منذ اللحظة الأولى، إلا أن المشكلة الأساسية والتي لم يجب عنها لا الرئيس بري ولا الرئيس ميقاتي، لم يصدر أي موقف رسمي لبناني يؤكد أن ملف الجنوب، ملف لبنان، منفصل عن ملف غزة كما يدعو حزب الله إلى ربط الساحتين. هنا تكمن المشكلة الأساسية. بطبيعة الحال ترحيب الرئيس بري بتطبيق القرار 17-01 بكافة مدرجاته وكذلك الرئيس ميقاتي أمر بديهي، ولكن هل هناك قرار بفصل الجبهتين أم ما زلنا في المربع الأول، أي مربع الذي اعتمده حزب الله بربط مسألة غزة ووقف إطلاق النار في غزة بالمسألة اللبنانية؟ هنا المعضلة الأساسية، وأتصور أن الطريق الأقصر لهذا الجواب تكون مع إيران، لأن أي جواب يعطيه حزب الله مرتبط مباشرة بأجندة وخارطة العمل والحسابات التي تعود إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية بكل أسف. يعني لبنان ليست محطة قرار، صناعة قرار في هذا الأمر، يعني أنت تتوقع أنه حتى لو ذهب وزير الخارجية الفرنسي بعد غد إلى إسرائيل فلن تكون هناك نتيجة، لأن النتيجة تأتي من طهران. أنا أتوقع أنه حتى لو ذهب، إن كان
تم إبلاغه أننا مستعدون لفصل جبهة لبنان عن جبهة غزة بالإمكان أن نصل إلى نتيجة. أما إن استمر حزب الله بالتعنت وبربط هذان الأمران فحكم لبنان ليس بلد قرار، لأن قرار فتح جبهة الجنوب أخذه حزب الله مباشرة بدون العودة إلى أي من اللبنانيين، لا السلطات الرسمية ولا أي طرف في لبنان، تفرد بالقرار بناء على مصلحة إيران ومسعاها لتكون حاضرة بقوة في المشهدية في المنطقة، وبناء على التوازن تسعى إليه بأن لا تكون حرب شاملة في المنطقة مع حضورها من أجل تحسين أوراقها لدى ساعة التفاوض. الرؤية الفرنسية للاستقرار تنبع من مبدئين، أناقش معك المبدأ الأول وهو دعم الجيش اللبناني وانتشاره في الجنوب. لا حل سوى أن يكون الجيش اللبناني هو الحاضر وصاحب الكلمة في الجنوب. مش غريب، يعني الكل في لبنان يعرف أن هذا هو الحل، لكن المعضلة الحقيقية كيف يمكن تنفيذ هذا الحل؟ فاعتقادك هل يملك الفرنسيون أي شيء يمكن أن يضغطوا من خلاله لتنفيذ هذا الحل؟ بكل أسف لا يملك الفرنسيون أي وسائل ضغط من أجل تنفيذ لا هذا الحل ولا انتخابات رئاسة الجمهورية ولا أي شيء. ليس فقط الفرنسيين بل كافة اللاعبين، لأننا نتذكر جيدا يوم أتى الرئيس الفرنسي عقب انفجار 4 آب وعقد اجتماعه الشهير في قصر الصنوبر ووضعت خارطة الطريق على أساسها كان من المفترض خلال 15 يوما أن تشكل حكومة، أن نسير بالإصلاحات، أن ننطلق بورشة إنقاذ البلاد. لقد تنصل المشاركون في اجتماع قصر الصنوبر وهم كافة اللاعبين اللبنانيين من وعودهم، وبقي لبنان يعيش هذا الفراغ في القرار لأن قراره مسلوب. بكل صراحة لبنان قراره مسلوب في الحرب والسلم، قراره مسلوب في السياسة الخارجية، قراره مسلوب في ممارسة الجيش اللبناني لحقه بالتفرد بامتلاك شرعية العنف القانوني كجيش شرعي، حقه مسلوب لأن حزب الله يمتلك أيضا القدرة ويمتلك العنف المسلح. من هنا تكمن المشكلة. الجيش اللبناني حكما كجيش وكقيادة جيش جاهز للعب دوره، ولكن ثمة من يصادر قرار الجيش، ثمة من يحول دون تأمين الغطاء السياسي له، إن كان عبر ضبط الحدود مع سوريا أو إن كان عبر أن يكون حضوره فاعل في الجنوب، هو حزب الله ومن يدور بفلكه. أستاذ جورج، ربما بارقة الأمل الوحيدة تأتي من الأجواء العامة، أجواء تهدئة، يعني تسمع أنه ربما نسمع خبرا غدا من القاهرة من وفد حماس أنه يوافق على هدنة والإسرائيليين يوافقوا على هدنة، وبالتالي تنطوي صفحة بشكل أو بآخر في غزة، وبالتبعية سيكون هناك انغلاق لهذه الصفحة. فالأجواء أجواء تهدئة، هل يمكن أن هذه الأجواء تنعكس أيضا إيجابا على الحالة اللبنانية في الجنوب؟ نحن نأمل ذلك. وهنا هناك طرفان، الطرف اللبناني وليس طرف لبناني، عنيت به طرف حزب الله، ربط جبهة الجنوب بجبهة غزة. إن توصل الإسرائيليون والحمساويون إلى وقف إطلاق النار الأمر يصبح مرتبط بإسرائيل. هل تريد هي بدورها أن تربط جبهة لبنان بجبهة غزة فينعكس وقف إطلاق النار في غزة على لبنان؟ هنا أكرر أن بيروت في الحقيقة لا دور لها بكل هذه المشهدية بكل أسف. طيب، يعني إذن فكرتي لو عاد هذا الوزير الخارجية من إسرائيل إلى لبنان مرة أخرى وقال الإسرائيليون وافقوا على أنهم لن يكونوا مصدر غارات على الجنوب اللبناني، ماذا تتوقع الرد؟ أيضا لابد من الرجوع إلى طهران، أو ربما يكون هناك ضغط داخلي على حزب الله ويقول يعني جنبونا كل هذه الغارات والحروب؟ يعني لا يوجد أي ضغط داخلي يمكن ممارسته على حزب الله بكل أسف. هناك ضغط معنوي وضغط للتيار السيادي في لبنان من أجل فرملة انفلاش هيمنة السلاح وعنجهية السلاح التي يمارسها على الشعب اللبناني وخطف قرار الدولة. هذا الضغط هو ضغط معنوي، ولكن عمليا حزب الله لا يتأثر به.
يجب ألا ننسى يعني اليوم الجنوب رغم كل معاناته والدمار الكبير لا زلنا نتحدث أن هذه حرب إشغال وهذه حرب لتخفيف الضغط عن غزة، وننكر أننا في حرب فعلية وأننا نعيش مفاعيل الحرب. أعود وأكرر، إن وجد حزب الله أن من مصلحته وقف إطلاق النار حينها نسير، وأنا أتوقع ذلك لأن إيران ومن خلالها حزب الله لا يريدان أن الدخول بمعركة مفتوحة في المنطقة. إن إيران منذ اللحظة الأولى وحزب الله أيضا مرر لها يعني مررها لها الرسائل الإيجابية حين قال السيد نصر الله أننا نستطيع الاكتفاء لوحدنا بإشغال جبهتنا وأننا لن نستدرج إيران لتكون معنا في هذه الساحة، لأن إيران لا تريد الدخول في معركة شاملة، وبالتالي حزب الله إن استطاع التواصل مع إسرائيل إلى وقف إطلاق النار على وقع تفاوض تكون شروط إيران جيدة فيه فهو لن يتأخر، لأنه هو أيضا يدرك مخاطر الحرب المفتوحة عليه، وهو لا يريد أن يكرر لو كنت أعلم مرة ثانية كما جرى في العام 2000. شكرا جزيلا جورج عقوري من بيروت، شكرا جزيلا أستاذ جورج. أفادت منصة في وصول شحنة طائرات روسية إلى قاعدة براك شاطئ في ليبيا، وذكرت المنصة أن الطائرات تحمل عشرات الجنود الروس، بينما وصلت سفن شحن محملة بالعتاد العسكري والأسلحة إلى ميناء طبرق، مشيرة إلى أن معدات وأسلحة الفيلق الإفريقي وصلت إلى ليبيا عن طريق سفينتي الإنزال إيفان جرين وإلكساندر. يعني قالت أيضا إن العتاد العسكري يشمل مركبات مدرعة خفيفة وثقيلة ومركبات عسكرية من طراز غاز كاماز ومدفعية مضادة للطائرات، معتبرة ذلك دليل على أن موسكو بدأت في نشر قواتها تحت مظلة ما بات يعرف بالفيلق الإفريقي في جنوب ليبيا. السودان أكد شمس الدين الكباشي نائب قائد الجيش السوداني انفتاح مجلس السيادة على كل مبادرات حقن الدماء، مشددا في لقاء مع وفد روسي برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغادنوف اليوم على أن يكون ذلك في إطار الشرعية والرؤى السودانية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني. وكان المسؤول الروسي الذي يزور السودان قال إن موسكو تؤكد شرعية مجلس السيادة السوداني وممثلها، وهو الممثل الوحيد للشعب وللدولة. بالنسبة للشرعية ونحن طبعا نتعاون مع القيادة في بورت السودان، بمعنى أنه مجلس السيادي يمثل الشعب السوداني ويمثل جمهورية السودان، وسودان مشارك في الجامعة العربية، في الاتحاد الأفريقي، في الأمم المتحدة، لدينا سفارة وسفير معتمد لدى هذه الحكومة القيادة، وكذلك سفير سوداني موجود في موسكو يشتغل بنشاط، ونحن نقدر عاليا الشغل في مجالات سياسية والاقتصادية والإنسانية، وإن شاء الله سنقل التواصل مستمر من أجل تعزيز الروابط الصداقة التقليدية بين شعبينا، ومن أجل الشراكة استراتيجية بين السودان وروسيا. إذن هناك تحول في الموقف الروسي الذي ربما تردد كثيرا أنه يدعم قوات الدعم السريع، الآن هناك تصريحات في هذا الموقف بأنها ترى وتدعم مجلس الرئاسي السوداني. بعد أيام قليلة من إعلان أوكرانيا فتح سفارتها رسميا في السودان، يصل إلى السودان مبعوث الرئيس الروسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغادنوف على رأس وفد كبير في زيارة رسمية تستغرق يومين. وبحسب مراقبين تعد هذه الزيارة محطة أخرى للصراع الروسي الأوكراني، إذ تسعى موسكو لتغيير بوصلة الخرطوم حول العلاقات مع كييف التي قدمت منحة قمح لمساعدة السودان. زيارة بوغادنوف تأتي أيضا بعد أيام قليلة من إجرائه مباحثات مع مدير المخابرات العامة السوداني في موسكو حول تطورات الأوضاع العسكرية والسياسية في السودان.
بحسب مراقبين فإن هذه اللقاءات قد تغير أيضا بوصلة الدعم الروسي لقوات الدعم السريع عبر فاغنر. تقارير عدة تحدثت عن حرب روسية أوكرانية أخرى داخل الحرب السودانية عبر فاغنر الروسية التي تساند الدعم السريع، والمخابرات العسكرية الأوكرانية التي تشير تقارير إلى أنها تقاتل إلى جانب الجيش السوداني. في مارس الماضي ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن قوات أوكرانية خاصة تدرب عناصر في الجيش السوداني بطلب من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان. التغلغل الروسي في السودان بدأ بالفعل منذ أواخر عام 2017 عبر امتيازات منحها الرئيس السوداني السابق عمر البشير للكرملين، كما يعد السودان ثاني أكبر مستورد للأسلحة الروسية في إفريقيا. بين البلدين 16 اتفاقية تتيح لروسيا استخدام المطارات السودانية وإرسال عدد محدود من السفن وعدد محدود من الأفراد إلى الميناء الذي يعد أول مركز بحري لروسيا في إفريقيا. بحلول عام 2021 كانت وجهة روسيا في السودان أكثر وضوحاً، حيث ترسخت علاقة فاغنر مع قائد قوات الدعم السريع حميتي، كما زار حميتي موسكو لتعزيز العلاقات بينه وبين الروس في أوائل عام 2022، أي في بداية الحرب الروسية الأوكرانية. ما الذي تغير وتبدل؟ هل فقط فتح السفارة الأوكرانية في الخرطوم يطرح كل هذه التبدلات في الموقف؟ أطرح كل هذه التساؤلات مع ضيفي من موسكو الدبلوماسي السابق الروسي فيتسلاف ماتوزوف. سيد ماتوزوف أهلا بك. فقط يتغير الموقف من دعم لقوات الدعم السريع أو هكذا قيل يعني إلى دعم كامل لمجلس السيادة ولفريق البرهان لأن أوكرانيا فتحت سفارة لها في الخرطوم؟ طبعا علاقات روسيا مع السودان له طابع مهم بالنسبة لسياسة روسية في منطقة الشرق الأوسط في القارة الأفريقية بلا أي شك. هذا يتطلب من قيادة روسية ومن وزارة الخارجية الروسية النشاط والوجود، ووجهة نظر روسيا تنطلق من الأساس في أساسها من الشرعية الدولية. لماذا؟ لأنه سلطة السودان واحدة، لا يمكن روسيا أن تتدخل في أمور الداخلية لأي دولة بما فيها السودان أو ليبيا أو أي دولة عربية أخرى. وكل النشاط الروسي في شرق الأوسط تنطلق من ضرورة اعتراف السلطة الشرعية. وين شرعية السلطة؟ شرعية السلطة كما ذكروا في تقريركم هذا هو اعتراف في الأمم المتحدة، اعتراف على مستوى السفارات متبادلة في خرطوم وفي موسكو، وكذلك هناك الاتحاد الأفريقي. السودان من أهم الدول الأفريقية، لذلك تأييد الشرعية الدولية في هذه الظروف الحالية التي نشاهده في شرق الأوسط، حتى في ضوء ما يجري اليوم في قطاع غزة بهجوم إسرائيلي. طب سيد فتزلاف، أنا حقيقة تصورت أنك يعني ستتحفظ على سؤالي وتعترض عليه وتقول مثلا ومن قال لك إنه الروس بيدعموا قوات الدعم السريع، لكنك مررت عليها وكأنك توافق يعني لأنه المعلومات والتقارير تقول الروس دعموا قوات الدعم السريع في مواجهة الجيش السوداني، دعموا حميتي في مواجهة الجيش السوداني، والآن بوغدانوف يقول نحن نرى أن مجلس السيادة والبرهان هم السلطة الشرعية. هذه هي النقطة التي تحتاج يعني أحتاج رأيك كدبلوماسي يعني مخضرم في هذه المنطقة في الشرق الأوسط. طبعا أساس في كل علاقات دولية وشرعية دولية وقانون الدولي يطلب من روسيا اعتراف السلطة الشرعية. من هو يملك الشرعية الدولية؟ الشرعية الدولية لنفس المؤسسات منظمات لازم معترفة دوليا،
أم المتحدة أولا بلا أي شك، من يمثل السودان في أم المتحدة، من يمثل السودان في الاتحاد الأفريقي. لكن بعد سنة تعترف في سيد فاتسلاف، ما هو هذا الموقف بس؟ يعني أنا أريد أن أفرق بين الكلام الدبلوماسي الجميل والكلام الواقعي. لو كان الروس يريدوا أن يعترفوا بالبرهان كسلطة كان اعترفوا من سنة، يعني المعركة يعني مرت كثيرا. لماذا الاعتراف جاي في هذا التوقيت في وقت أوكرانيا بتروح تفتح سفارة في الخرطوم؟ ويعني هذه النقطة التي تحتاج توضيح، وليس في السياسة يعني ما يمنع. يعني أنا شخصيا لا أعتبر أن لدي روسيا لازم نتنافس مع أوكرانيا، أي طرف يختار أوكرانيين، لأن ليست لدي روس احترام لسياسة خارجية أوكرانية، لأن نحن ننطلق من فكرة أخرى أن أوكرانيا ليست دولة مستقلة، أن هي مواجهة من قبل دول غربية، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية قبل كل شيء. ولذلك لا أي علاقة مع موقف أوكراني. أنا أعتبر أن اختيار المبدأ التزام لشرعية دولية لقانون الدولي، هذا هو النقطة الرئيسية. لماذا أنا أقول هذا؟ لأنه السياسة الأمريكية بداية من وقت بعد الانهيار الاتحاد السوفيتي مواجهة لتقسيم السلطات، الدول سلطات المنظمات التي لا يحب اعترافها أمريكيا، هم يتوجهون إلى تقسيم القيادة. نفس الشيء صار مع منظمة التحرير الفلسطينية، والممثل الشرعي الوحيد منظمة التحرير ورئيس الدولة الفلسطينية محمود عباس. لماذا فرضوا على الفلسطينيين فكرة انتخابات الحرة والشفافة، حرة انتخابات ديمقراطية لكي يقسموا قيادة؟ أخطر شيء بالنسبة لإسرائيل وأمريكا هي وحدة المركز القيادي موحد، لأن مركز القيادي موحد يعطي إمكانية لأي دولة، أي حركة، دولة فلسطينية، دولة سودانية، أن يعتمدوا على دعم الدولي. طيب سيد متزوف، يعني هل هو تحرك روسي مع السودان فقط، ولا تحرك روسي مع السودان وليبيا وإفريقيا؟ يعني هل الروس يبحثون عن تواجد روسي في إفريقيا يقابل التواجد الأمريكي في المنطقة؟ يعني هل انتقل الصراع الروسي الأمريكي إلى منطقة إفريقيا انطلاقا من السودان وليبيا هذا الآن؟ لأننا نسمع أخبار أنه في تواجد روسي في كثيف في اليوم في ليبيا. يعني أنا لا أعرف بنسبة لتفاصيل في وجود العسكري في ليبيا وأفريقيا، ليست هذا طلب روسي لحضور روسيا في نيجر، في مالي، في بوركينا فاسو، في دول أفريقية في حزام الساحلي من صومالي إلى مالي. وكل هذا دليل على أن مطلوب من دول الأفريقية بما فيها السودان تحتاج الدعم الدولي بلا أي شك. ليست روسيا مبادرة، ليست بوغدانوف ميخائيل الذي أعطى إلى السودان، لأن روسيا لازم أن يأخذ موقف دبلوماسي أولا، موقف سياسي ثالثا، وكذلك في نهاية المطاف موقف العسكري كذلك، إذا هذا موقف العسكري مطلوب من قبل الدول. روسيا دول معترفة دولية، معترفة مع صلاحيات الشرعية تلك الدول. وليبيا لا شك أن روسيا تقليديا مرتبطة مع دعم القوات مسلحة الليبية بقيادة حليفة حفتر. أنا كنت من هؤلاء الناس الذين كانوا يبادرون وصول القائد العام للقوات مسلحة الليبية إلى موسكو. وكذلك هناك عقيل صالح إيسا الذي اتفق وقل اتفاقية التعاون بين ليبيا وبين دوما الروسية، برلمان الروسي. ولذلك روسيا برأيي أنا لا يمكن أن تخرج من أطار القانون الدولي، من أطار
من الأساس الذي يتميز بها كل. نعم سيد متزوف أنا بشكرك، وقتي انتهى. شكرا جزيلا الدبلوماسي السابق الروسي فاتسلاف متزوف من موسكو، شكرا جزيلا. انتهت هذه الساعة لكن ملفاتنا لم تنتهي، سأترككم في استراحة قصيرة، بعدها سأعود لأفتح بقية ملفات الساعة الثانية، وربما سيكون هناك تركيز أكثر على الملف اليمني بكل مشتقاته، ولن ننسى أبدا تطورات الأوضاع في غزة من كل مساراتها السياسية والإنسانية.